كنت يعني مصاب بشيء من السعال ونحو ذلك. أخذني أبي إلى طبيب في بغداد وقلت أبيات فيها هذا الشيء. شددنا الرحال إلى الكاظمين وعدنا وكم رشدنا زائد، طوينا البراري وجبنا القفار لشيء وكان هو الراشد، وغير الذي قد قصدنا له وإن كان ذا عزة كاسد. إلى أن يقول: وزرنا ودرنا حوالي الضريح، رجعنا وإيماننا زائد، ذهبنا لصدري عند الطبيب رجاء دواء لنا فائد. ماذا يفيد إذا ما الطبيب كأمثالنا بشر فاسد؟ ألا ما رجوت سوى الكاظمين ولست سوى فضلهم قاصد. رأينا أقاربنا مدة وعدنا وقلبي لهم حامد، وكم فيهم عالم نابهم وكم فيهم خير راشد، إلى آخره.